السلام عليكم، معكم عز الدين الزناقي، خال دنيا الزناقي اللي معروفه بدنيا بيلا، زوجة السي محمد احساس. اولا بعد رمضان المبارك وعواشركم مباركه، ونتمنى من الله ان شاء الله بحول الله يزول هذا الوباء ديال كورونا ونرجعوا لحياتنا الطبيعيه ان شاء الله بحول الله. انا اليوم بغيت نخرج بهذا التصريح هذا، وانما ماشي غادي نعاتب فيه، وانما ندخل بخيط ابيض، يعني نحاولوا نصلحوا الجره. انا بغيت نرد على هذاك السي العطور الصديق ديال الوالد ديال دنيا اللي كان خرج بداك التصريح بان دنيا كتفعل تترك وما كتحترمش ماماها، ما كديرش ما تصنع. انت السي العطور حاج خاصك تدخل بخيط ابيض، واولا انت ساكن في جرف الملحه، جرف الملحه جات فوق سيدي قاسم ما بينها وما بين وزان على ما كنظن، فوق الخنيشات، واحد المنطقه تيقولوا لها الخنيشات بالضبط، فوقها كان جرف الملحه. وكيف يعقل السي العطور واش انت عايش معاهم في الدار؟ انت راك مع وليداتك، جامع وليداتك، وخلي السي عبد السلام هو يجمع وليداته. البنت راه بحال البنات، ممكن تخطا تغلط، الاب ديالها من حقه يضربها يصرفقها يضر فيها، ولكن حتى هو من حقه يخرجها الاب ديالها ويساريها ويتناقش معاها، مال هاد البنت شنو خصها شنو هذا، ماشي تجي وتخلق واحد البلباله وتطيح واحد شويه ديال الدموع. لا شنو مشى لك انت باش تتبكي علينا وهذا، شنو مالك؟ اش واقع؟ انت بعيد عليهم كل البعد، يعني ما عايش معاهم في الدار، خليك بعيد، الله يجازيك بخير، دخل بخيط ابيض ولا جمع فمك سكوت. اما بالنسبه للاب ديالها، هذيك راها بنتك السي عبد السلام، والنهار فاش خرجات راه ما مشاتش للزنقه كدور ولا هذا، مشات عند العائله. علاش النهار فاش خرجات لكم الدار ما مشيتيش ديكلاريتي البوليس؟ انا كنعرف شي حاجه شي مشكل وقع، اول ما كنمشيو عنده هو السلطه الامن كنمشيو نديكلاري، راه بنتي خرجات باش تخرج حتى انت عليك اللومه، اذا انت عارف بنتك فين مشات، ماشي كنمشيتي عند الامن وهذا نقولوا راه السيد خايف على بنته، بغير انت ما بغيتي تجيبها للدار، ما بغيتي تخليها تعيش هانيه في حياتها. درنا الصلح، انا هبطت عنده انا شخصيا راه ثلاثه المرات ولا اكثر وانا كنمشي عنده والو، ومشي وصيفط له من العائله الناس زعما اللي كيحترمهم وهذا والو ما بغاش. هو الفكره اللي عنده انا اللي على ما بالي بعد، اولا هو غير مدفوع، يعني حتى في التصريح ديالو اللي خرجوا ذاك النهار مع العطر مع الزوجه ديالو، هو داير يعني ما مبينش وجهه، مضرقين الوجه في التصريح، والزوجه ديالو مبينه وجهها، يعني والراجل خصو يبين وجهه ولا خصها تغطى وجهها. شوف المشكل ديال الزوجه ديالو، يعني راه اي واحد غادي يجيب زوجه على مرته، واحد اخر غادي يجيب الضره عليها، واحد اخر غادي يجيب الضره عليها، غتلقى مشاكل في الدار، ولكن خصها تعرف هي راه يعني خصها تدخل على هذا الوضع، عارفه شنو كاين، عارف بان كاينه مرته مريضه، ومريضه كيقالت مرته بانها عوره، حنا راه ما صيفطناهاش عوره، النهار فاش تزوج بها، راه تزوج بها كامله الكمال لله سبحانه وتعالى. اولا هو تيقول بانها مسخوطه الام، راه ما مسخوطه شيء الام، امها كانت راضيه عليها، راه اي عائله في المغرب وتوقع الخلاف ما بين الدراري وما بين الاب تيقول له سير راني ساقط عليك سير المسخوطه، واذا حنا المغاربه كاملين مسخاخطه الا جينا نتبعوا هذه الهضره هذه. راه تيوقع خلاف وكيتصالحوا وكذا وكينشطوا بعضياتهم عادي، ما خصناش نصعبوا الامور. ولهذا راه العواشر هذه نعال الشيطان وسول في بنتك، هي راه ماشي غادي تجلس معك، وانما غير تكون ديك الصلح بيناتكم، والزوجه ديالك الله يهديها وتدخل سوق راسها، كانت زوجه صالحه ما غاديش تدخل في هذا الشيء هذا، هي تجرك وتقول لك نعال الشيطان، حنا كاملين وليات راه بحال بحال، كتقولي بانك لاله شاديه بانك انت قد قدها، كنتي قد قدها راه تخلقوا مشاكل، ولكن كنتي قلتي لها نهار الاول ابنتي يعني بهذا الصفه هذه قلتي لا ابنتي دنيا راه تحترمك، تقول لها السيده تقول لي ابنتي، وانت مازال باغا تشبي واش تقولي لها قدي قدها. خلاف جا من بعد المرض ديال الام ديالها، يعني راه تقريبا هذه الخلاف ديال المشاكل ديال الدار عادي تقريبا راه اربع سنين، ولكن حنا كنهضروا على الخلاف الحالي، يعني راه ما كانش هذه شي ست شهور، هذه شي ست شهور هكا اللي كان تقريبا هكا ست شهور، ولكن راه عادي ما كاينش في حد ذاته مشكل، راه هو الله يهديه، ما خصوش يتصنص بودينا، ما خصوش يتصنط للناس، والسيد في جرف الملحه علاش ما هضروش للناس اللي ساكنين الجيران ديالهم، ولا بنت خالتها ولا خوه ساكن معاه في نفس الدار، يعني هما في السفلي وهما في الفوقي الاخرين وهذا في نفس الموبل، علاش ما تدخلوش وهضروا ويقول له دنيا خايبه؟ فعلا مثلا تتغلط كي قلت لكم بحال البنات يضربها،
اي هذا، علاش السي العطور ما قلتي لهمش النهار فاش قبطها باها وحسن ليها شعرها وقطعوا لها هو ومراته، هو ومرته، هذا الشيء كاع ما هو انت تقول الحق قول الحق ولا سكت. كنتمنى السي عبد السلام يكون واحد الصلح ما بينك وبين بنتك وما تضحكش عليك عباد الله وتضحكوا عليكم الناس، وحنا عائله معروفه بلا ما نوصلوا لشي مسائل اخرى. نتمنى من الله تصالحوا، كي كنقول لك راه ما تقلش معاك، هي دابا الا خسرت حياتها رضي عليها وخليها تشوف خوها، لان راه عندها خوها صغير حتى هي راه تتحماق عليه وكتبغيه، باغا تشوف خوها خليها تشوف خوها. ومسامح كريم، راه ربي وكيسامح، وحنا حنا غير عبد الضعف اللي غلب يعف.